الصرع هو عرض ومشكلة في القشرة المخية، المادة السمراء. أي حاجة بتأثر على المادة السمراء ممكن تعمل لنا نوبات صرعية، يعني جلطة في المخ، ورم في المخ، نزيف في المخ، كدمة في المخ، التهاب المخ الفيروسي، التهاب المخ المناعي زي disseminating encephalomyelitis، بعض أمراض المناعة زي الذؤبة الحمراء ممكن يجي بانكفالايتس، اللخبطة في أملاح الدم زي ارتفاع الكالسيوم أو نقص الكالسيوم، ارتفاع الصوديوم ونقص الصوديوم. بعض الأدوية ممكن تزود حدوث نوبات الصرعية زي بعض مضادات الاكتئاب. بعض المتلازمات ممكن تأتي بنوبات صرعية زي متلازمة التوحد في الأطفال، ممكن تأتي بنوبات صرعية في 30%. حصوص تمور في المخ ممكن يأتي بنوبات صرعية. نقص الأكسجين. في بعض المتلازمات اللي بتحصل في الأطفال زي الويست سندروم واللاند كليفنر سندروم. بعض أمراض المخ في الأطفال زي الليوكودوستروفي والميتابوليك سندروم ممكن يأتي بنوبات صرعية. بعض الكدمة أو الحادثة في المخ ممكن تعمل نوبات صرعية. فالصرع هو عرض لمرض وممكن يبقى المرض نفسه، فبالتالي لازم المريض يتشخص عشان يتعرف هو ده المرض كله.